موفقين في دبرتكم دوم الله يحفظكم موفقين. ما عيش بلبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب تيار المستقبل. اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون مستقبل، وفيها ان السيد نصر الله بكلامه الاستعلائي والانفرادي الذي يلغي به دور الدوله اللبنانيه وسيادتها. كتله المستقبل ترفض وتستنكر كلام نصر الله وتطالب الحكومه التعاطي حصريا مع الامم المتحده بشان عوده النازحين السوريين. الفرق بين نصي قرار الحكومة بشأن الكهرباء والإحالة إلى المناقصات يثير التساؤلات. الدول الأربع المقاطعة لقطر تلقينا رد الدوحة وسنرد عليه في الوقت المناسب. صباح الخير، يلتئم مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات ساخنة على خلفية أربع ملفات. الأول ملف النازحين السوريين الذي يتفاقم وسط تباين في وجهات النظر بين من ينادي بعودتهم إلى بلدهم بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وبين من يرفض التفاوض مع حكومة نظام الأسد. أما الملف الثاني فهو السجال بين وزارتي الداخلية والعدل حول إطلاق سراح 65 إلى 70 موقوفا من أصل 90 من مطلقي النار ابتهاجا، وذلك بعد تدخلات سياسية. والملف الثالث هو ملف سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها، علما أنها تحل بندا أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة منتصف تموز الجاري. أما الملف الرابع فهو ملف الكهرباء، وخصوصا في غمرة موجة الحر التي تضرب لبنان وانقطاع التيار الكهربائي خلالها بنحو لافت. وعشية اجتماع مجلس الوزراء طرحت العديد من التساؤلات بشأن ملف استقدام معامل توليد الكهرباء. التقرير لمها ظاهر. في 21 من حزيران، أي قبل أيام، شهدت جلسة مجلس الوزراء نقاشا حول ملف استقدام معامل توليد الكهرباء. خرج وزير الأعلام ملحم رياشي ليتلو المقررات، فجاءت على الشكل التالي: إحالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء إلى إدارة المناقصات لفض العروض المالية، وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض وإحالته إلى الوزير لإعداد تقرير مفصل ورفعه لمجلس الوزراء لبته بأسرع وقت ممكن. لكن المفارقة أن إدارة المناقصات تبلغت قرارا مختلفا عن الذي صدر عن مجلس الوزراء، ليتبين أنه بات على الشكل التالي: إحالة كامل الملف إلى إدارة المناقصات لفض العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة وإحالته إلى الوزير المختص، تمهيدا لإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى مجلس الوزراء للبت به بأسرع وقت ممكن. مصادر وزارية قالت لتلفزيون مستقبل أن الصيغة التي وافق عليها مجلس الوزراء وأعلنها رياشي أتت بعد سجال بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل من جهة، وعدد من الوزراء يتقدمهم نائب رئيس الحكومة غسان حاسباني من جهة أخرى، ليتدخل حينها الوزير محمد فنيش لصالح الصيغة التي اتفق عليها. ولفتت المصادر إلى أن الصيغة كما وردت في الأصل تعطي صلاحيات أوسع لإدارة المناقصات، في حين أن الصيغة الثانية تنيط بها فض العروض المالية فقط. مصدر مطلع على سير الملف أكد للمستقبل أن القرار صدر بطريقة تتحمل التأويل والتفسير، وبالتالي لا يمكن حسم الأمر إلا من خلال مجلس الوزراء نفسه، وأن أغلب الظن لن يكون ذلك في جلسة الأربعاء بسبب وجود الوزير المعني أي وزير الطاقة سيزار أبي خليل خارج البلاد. دعت كتلة المستقبل الحكومة إلى التعاطي مع قضية عودة النازحين حصريا مع الأمم المتحدة، ورأت في الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله إلغاء لدور الدولة اللبنانية وسيادتها.
الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه في يوم القدس، والذي بادر فيه إلى التهديد بفتح الحدود اللبنانية أمام مئات الآلاف من المقاتلين، كان محط استنكار شديد لكتلة المستقبل التي أشارت إلى أنه يدفع باتجاه تحويل لبنان إلى أرض سائبة. كما استنكرت الكتلة وخلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الكلام الافترائي والتهجمي الذي صدر عن نصر الله تجاه المملكة العربية السعودية. إن السيد نصر الله بكلامه الاستعلائي والانفرادي الذي يلغي به دور الدولة اللبنانية وسيادتها على أرضها مستنكر ومرفوض، فهو يستمر في محاولة إلغاء الدولة اللبنانية والتنكر لإرادة الشعب اللبناني وما يريده لجهة عدم توريط لبنان في صراعات المنطقة. هو بذلك يفرض إرادته ومصالحه ومصالح إيران على اللبنانيين. إن الكتلة تعتبر أن الكلام الصادر عن أمين عام حزب الله تجاه المملكة العربية السعودية يؤدي إلى إيقاع فتنة في لبنان والمنطقة، وإلى زيادة الأمور والأوضاع توترا وتدهورا في لبنان، فيما المطلوب إبقاء لبنان بعيدا عن أتون المنطقة وتوتراتها. كتلة المستقبل نوهت بالعمليات الوقائية للجيش والأجهزة الأمنية الرسمية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين، كما طلبت الكتلة من الحكومة التعاطي مع قضية عودة النازحين السوريين حصريا مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة سليمة لهم وبضمانة دولية إلى مناطق آمنة في سوريا. فإن الكتلة إذ ترى أن الحجم الذي أصبح عليه النزوح السوري إلى لبنان بكونه يشكل أعباء وطنية واقتصادية واجتماعية وأمنية ينوء بها لبنان وتحمله ما لا يستطيعه، فإنها ترى أيضا ضرورة الاستمرار في التعاطي مع أزمة النازحين السوريين بعيدا عن إرغامات السياسات الشعبوية أو اللجوء إلى استنفار العصبيات العنصرية والأهداف والغايات الانتخابية. وهي لذلك تلفت إلى أن التعاطي بمسؤولية مع هذه القضية الهامة والحساسة من قبل أجهزة الدولة لجهة تأمين الأماكن المؤقتة لعيش النازحين والعمل من أجل تأمين العودة الآمنة لأولئك النازحين السوريين إلى ديارهم هي مسؤولية وطنية وعربية ودولية مشتركة. وشددت كتلة المستقبل على أن الدور الوطني الشامل والضامن لأمن جميع اللبنانيين وبدون أي تحيز هو للجيش اللبناني، وبالتالي فإنه لا يجوز توريط المؤسسة العسكرية في زيارات غير مبررة وتؤدي إلى تعريض المؤسسة إلى مخاطر من هنا أو من هناك. وفي خطورة استمرار وتصاعد ظاهرة السلاح المتفلت، دعت الكتلة الحكومة إلى التشدد في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد القانون. ومن ناحية ثانية، نوهت كتلة المستقبل بما صدر عن مؤتمر البطريركية المارونية في جامعة سيدة الويزة. من جهته، اعتبر تكتل التغيير والإصلاح أن لا عقد في التواصل مع الحكومة السورية في ملف النازحين، مشيرا إلى أنه لن يألو جهدا في تحقيق عودتهم. والمصلحة اللبنانية العليا تقضي بأن يعود النازحون السوريون إلى بلدهم، وهذه مصلحة السوريين أيضا. لا محرمات ولا عقد بالتواصل مع الدولة السورية المعترف بها في الأمم المتحدة والتي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي وأيضا بعض الاتفاقيات التي لا تزال سارية المفعول. مناطق آمنة واسعة في سوريا، لا أسباب يجب أن تعيق هذه العودة. مقابل، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الكلام عن تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية بشأن النازحين طرح ملغوم يهدف إلى تعويم النظام السوري.
كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن وزراء حزبه سيتقدمون بمشروع للحكومة لإعادة النازحين السوريين، لا سيما في ظل وجود 4 مناطق آمنة في سوريا، كل واحدة منها أكبر من لبنان ب3 مرات على الأقل، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة فقط عن هذا الملف. وأكد جعجع أمام عدد من الإعلاميين في معراب أن الكلام عن تنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية هو طرح ملغوم هدفه تعويم النظام السوري. وفي رد على أسئلة تتعلق بأداء الحكومة وبدور وزراء القوات، شدد جعجع على ضرورة محاربة الفساد من أي جهة أتى، متحدثا عن ملف الكهرباء وعن الفرق بين نص قرار مجلس الوزراء الذي أعلنه وزير الإعلام وبين القرار المحال إلى دائرة المناقصات. رئيس حزب القوات انتقد أداء عدد من المؤسسات الإعلامية لناحية الصورة السوداوية التي ترسمها عن البلاد بهدف الإثارة ومحاولة استقطاب الرأي العام، داعيا إلى نقل الحقائق والوقائع بعيدا من تشويه الصورة والتضخيم والأخذ بعين الاعتبار المنطقة الملتهبة التي تحيط بلبنان واللبنانيين. وتتابعون بعد الفاصل، الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق مطالبة مشتركة بإقرار السلسلة. نعود لمتابعة نشرة الأخبار. علمت المستقبل أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع الإدارة الأمريكية الجديدة، على أن تكون للحريري زيارة رسمية أخرى إلى موسكو خلال أيلول المقبل للقاء كبار المسؤولين الروس، تلبية لدعوة من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف نقلها إليه أمس السفير ألكسندر زاسبيكين. خطة عودة النازحين السوريين تعود للأمم المتحدة، ولا يمكن الدعوة إلى الحوار مع حكومة النظام السوري المسؤولة عن الأزمة. هذا ما أكده وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي. فرعون أطلع الرئيس الحريري على برنامج المؤتمر الذي سيعقد في 7 من تموز الحالي تحت عنوان إطلاق مشروع السياسات الوطنية للتخطيط المدني. رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان الذي لفت لأنه تم الاتفاق مع رئيس الحريري على عقد اجتماع لبحث كل تفاصيل ملف المهجرين. أنا عندي الثقة الكاملة أن دولة الرئيس يشعر بهذا الموضوع بكل مسؤولية وبكل تعاطف مع حقوق الناس، أنه أنا في ملف بين إيدي بده علاج، أنا هذا الملف بده يبحث بكامل تفاصيله. إذا استعادة الثقة أنا ما في يفوت عضايا عميز بين أهل الضائع، لا إن كانوا دروز ما في يميز بيناتهم، ولا إن كانوا من إخواننا المسيحيين أو من إخواننا السنة أو من إخواننا الشيعة أو من مكونات هذا البلد. الرئيس الحريري التقى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين في حضور مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول اللقاء آخر المستجدات المحلية والإقليمية. ولفت السفير الروسي إلى أنه سلم الرئيس الحريري دعوة رسمية من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف لزيارة موسكو. الأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان وألمانيا عرضها الرئيس الحريري مع السفير الألماني في لبنان مارتين هوت، ومن زوار السراي وفد من عائلة علم الدين برئاسة المهندس رضوان علم الدين في زيارة شكر على تعزية. أعلنت قيادة الجيش وفاة 4 موقوفين ممن تم اعتقالهم خلال العملية الاستباقية التي جرت في أحد مخيمات عرسال. وقال الجيش في بيانه إن الوفاة جاءت نتيجة تدهور الحالة الصحية للموقوفين بسبب معاناتهم من مشاكل صحية مزمنة تفاعلت مع الأحوال المناخية. على أثر العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها وحدات الجيش في مخيمات عرسال والتي أسفرت عن مقتل 4 انتحاريين كانوا يعدون لعملية أمنية في الداخل اللبناني، وبعد توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في التخطيط والإعداد للعمليات المذكورة ولدى الكشف الطبي المعتاد الذي يجريه الجسم الطبي في الجيش بإشراف القضاء المختص، تبين أن عددا منهم يعاني مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وقد أخضع هؤلاء فور نقلهم للمعاينة الطبية في المستشفيات لمعالجتهم
قبل بدء التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية قد ساءت وأدت إلى وفاة كل من السوريين مصطفى عبد الكريم عبسي، خالد حسين المليس، أنس حسين الحسيكي، وعثمان مرع المليس. وقد وضع الأطباء الشرعيون تقاريرهم حول أسباب الوفاة، وعلى الفور بادرت قيادة الجيش إلى أخضاع الموقوفين الآخرين للكشف الطبي للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة تستدعي نقلها إلى المستشفيات، وللتأكد عما إذا كان بعضهم قد تناول عقاقير سامة تشكل خطرا على حياتهم. جدد وزير الداخلية نهاد المشنوق تأكيده أن وزارة العدل أفرجت عن القسم الأكبر من الموقوفين على خلفية إطلاق النار عشوائيا، فيما أوضح وزير العدل سليم جريساتي أن هذا الأمر تم لعدم ثبوت الدليل. هل هذا الخبر صحيح معالي الوزير؟ سؤال طرحه النائب سامي جميل على وزير الداخلية نهاد المشنوق تعليقا على تصريح للمشنوق، وفيه أنه من بين 90 موقوفا بتهمة إطلاق النار العشوائي تم إطلاق سراح حوالي 60 إلى 70 منهم. نعم صحيح، بتدخلات من سياسيين لدى القضاء، أجاب وزير الداخلية لجميل الذي عاد وتحدث عبر تويتر. بدي أتوجه كمان لمجلس القضاء الأعلى، انتم مسؤولين عن استقلالية القضاء، وانتم مسؤولين ان تمنعوا هذا التدخل. اذا وزير الداخلية عنده معلومات انتم لازم تسألوا عن هذه المعلومات، والقاضي يلي بيخضع لتدخل سياسي لازم يتعاقب. وزير العدل سليم جريساتي دخل على خط النقاش عبر بيان وزعه مكتبه الإعلامي، وفيه أن الكلام المنسوب إلى وزير الداخلية والبلديات بشأن إطلاق سراح مطلقي النار في الهواء من قبل القضاء العسكري المختص لأسباب تتعلق بالخلفية السياسية هو كلام عار عن الصحة تماما، ذلك أن إطلاق سراح عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل، ليس إلا فيما أبقي على عدد آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهنا قيد المحاكمة وفقا للأصول. وأضاف بيان ومكتب الجريساتي أن التصدي للتفلت الأمني هو مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التجزئة وتقاذف المسؤوليات، أما القضاء المختص فهو يتشدد في تطبيق النصوص القانونية المرعية للمساهمة من جهته بوضع حد لآفة إطلاق النار في الهواء والتسبب بقتل الأبرياء وجرحهم والإضرار بالممتلكات. مطلبيا، عقد في مقر الاتحاد العمالي العام لقاء مع هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال شهر تموز تحت طائلة التصعيد. في صورة لمحاولة استعادة مرحلة من النضال المطلبي المشترك، استضاف الاتحاد العمالي العام هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب عشية مناخ رسمي ونيابي، كما قال رئيس الاتحاد بشار الأسمر، الذي أكد رفض القبول بإقرار سلسلة مرهقة بالضرائب، ورفض إعادة التقييم وأنصاف المتعاقدين والمتعاقدين والمساواة بين المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات. إن الاتحاد العمالي العام يعتبر أن مؤتمره الصحفي اليوم المشترك هو الإنذار الأخير قبل العاصفة، ويحذر كل الصائدين في المال العام الذين ينتفعون من سياسات مالية تدر المليارات أن أي عطلة للسلسلة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها، وإن غدا لناظره قريب. رئيس هيئة التعليم الثانوي نزيه جباوي دعا إلى أقرار السلسلة في الجلسة الموعودة محذرا من خطوات لاحقة. اليوم عم يسألوني أنه ما بعد في وسائل ضغط قدامكم، خلصت الامتحانات؟ لا، يتأكدوا أنه في كتير وسائل ضغط قدامنا، وأكبر وسيلة ضغط هي الانتخابات، هي الانتخابات النيابية والآتي قريب. سنأخذ مواقف قد لا تكون في مصلحة أحد إذا لم تقر السلسلة في تموز بجلسة علنية. نقيب معلمين مدارس الخاصة نعم محفوظ أكد أن الخوف على البلد ليس من السلسلة بل من الصفقات، ملوحا بوسائل ضغط متعددة. نملك الشارع، ونملك بداية العام الدراسي، ونملك الدورة الثانية للامتحانات، وأهم شيء بنملكه أنه نحن اللي نعمل الانتخابات النيابية. نحن اللي بنعملها، نحن اللي بنعملها بشكلين، تقنيا نحن بنعملها، ونحن نعرف لمين لازم يوصل على الندوة البرلمانية.
حمزة منصور تحدث باسم متعاقدي التعليم الثانوي فشرح معاناة المتعاقد المحروم من حقوق كثيرة. نحن 21 سنة متعاقدين الآن ما في ضمان صحي، منروح على مدارسنا نحن ندفع بدل نقل، نتحكم على حسابنا، كل 6 أشهر لا يقبضونا، ما بيقبضونا إلا منزل حالنا أمام وزارة التربية وأمام وزير المال. وخلال اللقاء كانت كلمة للواء عثمان عثمان باسم رابطة قدام القوات المسلحة وطارق برازي باسم رابطة موظفي القطاع العام. وتتابعون بعد الفاصل. أستانا بنسختها الخامسة تنطلق وسط تصعيد النظام. أهلا بكم في الأخبار الإقليمية والدولية. أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر صباح اليوم بيانا مشتركا حول الرد القطري بشأن مطالبها لمكافحة الإرهاب، وقد أكدت الدول الأربعة أنها تلقت الرد القطري وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب. وكانت التحركات الدبلوماسية تسارعت قبل ساعات من انتهاء المهلة الإضافية الثانية التي منحت لقطر، فقد عقد رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتماعا في القاهرة على أن يلتقي وزراء خارجية هذه الدول اليوم لمناقشة الخطوة المقبلة. مع انتهاء المهلة الإضافية الثانية الممنوحة لقطر، تتوجه الأنظار إلى اجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في القاهرة للرد على الرد القطري. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعث برسالة جوابية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد حول الرد القطري، نقلها مستشار ديوان الأميري الذي من المتوقع أن ينتقل بعدها إلى جدة. وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد أكد أن قطر سمحت وأوت وحرضت على الإرهاب لسنوات، وأن قرار المقاطعة لم يتخذ بسهولة بل بعد سنوات من محاولة إيقاف قطر عن دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتطرف. أنا أعتقد من السابق الأوان أن نتحدث عن ما هي الخطوات الثانية فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات اللي ممكن تتخذها هذه الدول. طبعا هذا كله يعتمد على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت. بعد ذلك انتقل الوزير الألماني إلى الدوحة للقاء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد الوزير القطري أن الرد على المطالب الذي سلم للكويت كان معدا مسبقا، لافتا إلى أن لائحة مطالب الدول المقاطعة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق. ودولة قطر ضد فرض وصايا وترفض فرض الوصايا عليها من قبل أي دولة. في هذا الإطار دولة قطر على أتم استعداد للانخراط في الحوار. هذه المسألة يجب أن تكون وفق إطار واضح وعملية واضحة بين كل الأطراف ولا تقوم على أساس التهديد. من جهته أكد مجلس الأمن الدولي أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية. دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى عقد قمة سعودية إفريقية نهاية العام الحالي في المملكة. وعلى صعيد آخر، تلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية لبحث تطورات المنطقة. في الشأن السوري، انطلقت في أستانا الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن سوريا، والتي تركز على وقف إطلاق النار وتفاصيل خطة مناطق خفض التصعيد. النسخة الخامسة من المفاوضات في شأن سوريا انعقدت في أستانا بإشراف روسيا وإيران وتركيا ومشاركة من الأمم المتحدة ووفدين من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. وفي ظل غياب فصائل معارضة الممثلة للجبهة الجنوبية، يطغى ملف ترسيم مناطق خفض التوتر على أعمال الجولة الحالية، ومن المفترض أن يتم التطرق إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق ونشر وحدات أمنية فيها. وعلى مدى يومين سيتم كذلك مناقشة ملفات تتعلق بإيصال المساعدات وإعادة الإعمار وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، كما أن ملف مكافحة الإرهاب سيكون حاضرا بقوة على جدول الأعمال.
درعا كانت على موعد مع قصف عشوائي نفذه النظام بعد ساعات من إعلانه عن وقف الأعمال القتالية في المحافظة الجنوبية لمدة 5 أيام. وألقت المروحيات عشرات البراميل المتفجرة على أحياء درعا البلد وغاري الغربي والحراك وإبطع والنعيمي، ما أدى إلى وقوع إصابات. المشهد مشابه في ريف دمشق، طائرات نظام استهدفت الأحياء السكنية في مدينتي دوما وعربين في الغوطة الشرقية، وسقطت القذائف على الأحياء السكنية. شمالا اخترقت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة السور المحيط بالبلدة القديمة في الرقة، معقل داعش الرئيسي في سوريا. في المقابل استهدف الجيش التركي المتمركز قرب الحدود السورية مواقع لقوات سوريا الديمقراطية الكردية في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي. دعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بالعراق وسوريا من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها كافة الأطراف وضمان محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وفق القانون الدولي. أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي معن السعدي أن ما تبقى من عناصر داعش في المدينة القديمة يصل إلى قرابة 150 عنصرا وهم محاصرون في منطقة ضيقة. وفي الختام نعود للتذكير بأبرز العناوين. إن السيد نصر الله بكلامه الاستعلائي والانفرادي الذي يلغي به دور الدولة اللبنانية وسيادتها. كتلة المستقبل ترفض وتستنكر كلام نصر الله وتطالب الحكومة التعاطي حصريا مع الأمم المتحدة بشأن عودة النازحين السوريين. الفرق بين نصي قرار الحكومة بشأن الكهرباء والإحالة إلى المناقصات يثير التساؤلات. الدول الأربع المقاطعة لقطر تلقينا رد الدوحة وسنرد عليه في الوقت المناسب. وبهذا نكون وصلنا لختام نشرة الأخبار. أشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء. موفقين. ما عيش بلبنان وبرات لبنان يلي بيفكر إنه بيقدر يشلب تيار المستقبل.